لا ان شاء الله باذن الله، باذن الله يبقى فوز باريحيه كمان الاهلي. كم يعني نتمنى؟ قول اللي انت نفسك فيه. لا اللي انت، مش اللي انت. لا طبعا كلنا بنتمنى، اصل بكره مباراه كبرياء لكل شيء، فاحنا يعني مش بس عايزين الاهلي يكسب، ها يعني نتمنى 3-0 ان شاء الله. حسب السيناريوهات، لو الاهلي احرز هدف مبكر، ما انا لسه اقول لك حسب السيناريوهات، لو الاهلي احرز هدف مبكر المباراه ممكن توصل ل3 او 4 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، باذن الله 3-0 للاهلي ان شاء الله. يا مسهل الحل، بس شرط هدف مبكر. اه ما هو يعني ان شاء الله جمهور وبتاع وصوت وحماس، حمى مكسر الدنيا من الاول، لازم هو ده يعني.